تحتضن مدينة الرياض فعاليات مهرجان الأوبرا الدولي 2023 والذي تنظمه وزارة الثقافة بنسخته الثانية. ويضم هذا الحدث الفني نخبة من فناني دار الأوبرا العالميين لتقديم عدد من العروض الثرية. مزيدا من التفاصيل في تقرير مراسلنا من الرياض عبد الرحمن الحربي. نظمت وزارة الثقافة السعودية ممثلة بهيئة الموسيقى النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي، حيث يحيي مجموعة من أشهر فناني الأوبرا الدوليين لياليه الثلاث برفقة فرقة الأوركسترا الفلهرمونية العالمية. التجربة كانت جميلة جدا، من أداء المغني الفنانين، من الجمهور، من التنظيم، يعني كانت تجربة صراحة متألقة جدا. حاضرة اليوم حفل الأوبرا في الرياض، مرة كنت متحمسة أني أجي، تجربة مرة كانت حلوة. شفنا فرقة بريطانية وفرقة سعودية، فمرة مرة كانت تجربة حلوة. الفرقة السعودية مرة عجبتني، وإن شاء الله يعني إن شاء الله نتطلع أنه في المستقبل بيجيبون احتفالات زي كذا أكثر وأكثر، وبس تجربة تنعاد إن شاء الله. اليوم سعيد صراحة بحضوري أول مرة المهرجان الأوبرا في السعودية وفي الرياض. للأمانة يعني المؤدي كان جدا ممتاز، ممكن ما قليل الناس اللي فاهم اللغة الإيطالية، لكن المشاعر صراحة وصلت بشكل يعني ممتاز لقلوبنا. أحب أشكر هيئة الموسيقى على هذه الفعالية. تهدف هيئة الموسيقى من هذا المهرجان إلى تأسيس حدث سنوي دولي للاحتفال بالأوبرا بوصفه أحد الأشكال الموسيقية المميزة، وتقديمه للمواهب والجماهير المحلية باعتباره رمزاً مهماً للفنون والثقافة، وتوفير فرصة للجمهور المحلي لتجربة الأوبرا بالمعايير الدولية. كأول تجربة لي مرة رائعة، كان حماس الجمهور بالذات في الطبقات العالية في الصوت كان مرة رائع، كان إحساس جميل. يعني أتمنيت أني أنا ممكن في اللحظة كده أقوم أغني معاه، أحس معاه، كان مرة إحساس جميل من الأوركسترا والمغني نفسه. حضرنا الليلة أمسية رائعة في الحفلة الأولى مع الفنان الإيطالي، صراحة كان أداء مبهر، يعني متعنا وحرك مشاعرنا، وكذلك السيمفونية البريطانية يعني قدمت أداء مبهر. استمتعنا صراحة بأجواء الأوبرا، ومبسوطين أن نشوف حفلات بهذا المستوى يعني في منطقتنا. مهرجان الأوبرا رائع جدا، ما تخيلت القبول من الجمهور السعودي بهذا الشكل، ما شاء الله الحضور متحمس جدا، وأيضا متفاعل مع المقاطع كلها. يعني إن شاء الله يعني يكون في مهرجانات أكثر أكثر من هذا القبيل. يصاحب المهرجان معرض فرانكو لقطع الأوبرا الأيقونية، ويحتوي على مجموعة من القطع التي ارتبطت بإنتاجات الفنان العالمي، في خطوة لتكثيف التجربة الفريدة التي يقدمها المهرجان لزواره عن عالم الأوبرا وتاريخها الثري. يعد المهرجان فرصة جديدة للجمهور للاستماع إلى مقطوعات موسيقية أوبرالية قديمة ونادرة من خلال مساحات وأماكن مخصصة، مع تسليط الضوء على أهم مسارح الأوبرا الشهيرة. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون مملكة البحرين، الرياض.